جزاكم الله خيرا. الحد الذي يجب أن تقف المخطوبة عنده حتى لا تري الخاطب غيره شخصا. كما ذكرنا لها أن تكشف وجهها وكفيها نعم. وشعر رأسها عنده طيب. لأن هذا مما يرغبه فيها نعم. ويجب أن تقتصر على هذا فقط شخصا. لا يجوز لها كشف ما زاد عن ذلك لأنه لا حاجة إليه، والأصل أنها عورة الله. وإنما رخص في كشف هذه الأشياء للاحتياج إلى ذلك، ويقتصر على قدر الحاجة نعم. جزاكم الله خير.